بتمنى ادخل على البيت هيك شي مره وتفاجئيني بانك لا عم تدخني ولا عم تشربي. طول ما انا على قيد الحياه بعتذر، ما بقدر فاجئك طالما في حدا بيزعجني. عنصر المفاجاه ودعته من زمان، مع اني طلبت منه ما يحاكيكي. هو ضعيف، ما بتقدري تطلبي منه شيء. وانتي سعيدة؟ المرة الوحيدة اللي حسيت فيها بالسعادة هي يوم ما خلقتي. أبوكي سرق مني كل شيء، حتى شماتي، حتى شماتي ما عم بقدر أشمت فيه. الشيء الوحيد اللي بتحرك جواتي هو عاطفتي تجاهك، أنت، أنت وبس. ماما حكيلي، شو الشيء اللي سواه بابا معك وخلاكي هيك؟ قليلي. كعب أبيض. الو، اهلين سامي. لا لا، تعال ناطرتك. ماشي، يلا باي. وعدني انه رح نضل سوا. شامي انتي دنيتي، والزمن بيوقف وقت ما بتكوني معي. انتي منيحة شامي؟ منيحة منيحة، بس اليوم تعبت شوي بالشغل. يلا حبيبي تصبح على خير. أنا جنبك دايما لو شو ما صار شامي. انتي وبس المرة اللي بتنفس من شامي. يلا روحي نامي وراح ضل حكيكي وحتى تغفي. وانتي عم تسمعي صوتي. يلا نامي. لك نامي. ماما صباح الخير. صباح النور. كأتي بؤسة شاويلي قهوة. ايه تكرم عينك، راسي رح ينفجر. ذكري ماما. والله ما عندي نفس. شبكي ماما؟ ليش مالك رايقة؟ ماشي. سليم زعجك بشي؟ في
قلتش سليم عن ريد بالاول حتى يزعجنا؟ الهام ولك عيني تناديني كمان؟ والله والله كان بده يحرقني. يحرقك؟ ليش انت شو مساوية؟ شو الدنيا سايبة؟ الله يخليكي لا تكوني انت والدهر علي. اسكتي ما اريد اسمع حسك، يلي بيده الله بيزيده. الهام الهام صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صحة وهنا. شكرا. شو كيف الشغل استاذ ميا؟ منيح تمام. طالما منيح تمام ليش عم تسحب من حسابك بالبنك؟ بابا كأنه عم تراقب عدد الأنفاس اللي عم بتنفسها. ابني ومن حقي رأي بتصرفاتك، فهمت؟ واضح إنه متأثر كتير بذهنية رفقاتك، يعني مراقبة وتفتيش وغيره. بابا نحن هون ببيت مو بفرع أمن، عن إذنك تكلم المحل. جزاك يا سيدي يا سكو، عم ينشأ غيثي من وراك، كرمال الله. سمعوا له محل خليه يتربى، سمعوا له اياه. انخرب بيتك يا ابو يولا، انخرب بيتك يا ابو يولا. عليك تسكري بوشي يا مدام فاتنة. يا زلمة للساعة 11 المساء وأنا واقف على الدور بالكازية، وقت وصل دوري كحشونا. تعال تعال اشرب شاي أبو. خير شو القصة؟ أخي البرا حامي. شو هالحكي؟ إن شاء الله ألف مبروك. يرب عزك عمي وائل. الله يخليك. بس هاي ما بتمرق. ايه بدي اكلك فشي. ايه براسي.